طيب هنروح للسكواش. السكواش يمكن لعبه مهمه جدا في مصر زي ما قلنا مرارا وتكرارا. السكواش هي برازيل مصر، ومن المنطلق ده وزير الشباب والرياضه تبنى مشروع القومي للموهوبين وتم الاحتفال بيهم في اليوم العالمي للسكواش، وحضر طبعا وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، وحضر عاصم خليفه رئيس الاتحاد، وامير وجيه المستشار الفني للمشروع. واشترك والمشروع ده الحقيقه بيشارك فيه الاف الناشئين والناشئات. وصرح وزير الشباب والرياضه ان الهدف من المشروع هو تقديم لعيبه مميزه كتير للمنتخبات الوطنيه خلال الخمس سنين القادمين عشان مصر تحافظ على صدارتها وتحافظ على نتائجها في هذه اللعبه. طبعا زي ما وعدناكم كاميرا الابطال بتكون في كل الاحداث. كاميرا الابطال راحت صورت اكيد تقرير في هذا اليوم، هتفرج عليه ونطلع على فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيفي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي. فابقوا معنا. احنا النهارده يعني بنتجول وبنشوف المشروع القومي للسكواش. مشروع قومي للسكواش هو واحد من 11 نشاط، هو نمره 12 او رياضه بنحطهم في عدد سنوات مقدارها 6 سنوات، بيحصل انتقاء للولاد، بيتحطوا في مجموعات عمل. احنا بادئين بمجموعه النادي هنا ومركز شباب الجزيره يعني، وبناخد كمان بورسعيد. احنا عندنا 350 ولد وبنت الحقيقه، هم لسه في مدار السنه الاولى، لكن السنه الاولى دي من 6 سنوات. المفروض نظام او سيستم المشروع السنتين او الاول سنتين بيحصل اختبار، والاختبار ده بيحصل ترقي الى كمان سنتين. الاول اسم مشروع قومي للناشئين، ثم سنتين التانيين بعد الاختبارات بيطلعوا المشروع القومي للموهبه وهكذا. في الحقيقه انا سعيد جدا، شايف النهارده يعني نماذج من المهاره وبعدين الاجهزه الفنيه على اعلى مستوى برئاسه كابتن امير وجيه وكابتن عماد في الحقيقه ريتم. وطبعا السيستم هو واحد يعني شغالين واحد، لكن المشروع القومي للناشئين والسكواش في الحقيقه في كمان ولاد مع المشروع اللي هم يعني ولادنا الايتام يعني، فمن ضمن المسؤوليه المجتمعيه للمشروع شفتهم النهارده يعني حاجه جميله جدا وزيهم زي كل الولاد يعني. الدكتور اشرف صبحي لما رجعت من رحله امريكا كان في اجتماع مع الدكتور اشرف وقال لي ان في 10 العاب اوريدي بيتبنوا 1000 ناشئ في كل لعبه للمحافظه على الرياده، وبتوجهات من السيد الرئيس هو كانوا عايزين يبقى في عندنا مثلا 1000 محمد صلاح، اللعيبه المتميزين دول ما تبقاش طفره كده وتروح، لا احنا عايزين نبقى نكتر ونقدر ان احنا نوصل العالميه ونحافظ على الرياضه بتاعتنا، ولو دخلنا الاولمبياد في السكواش في اي لحظه نكون لسه محافظين على الرياضه بتاعتنا. طبعا توجيه سياده الرئيس اللي هو عايز احنا كلنا باسره واحده ويبقى في عندنا تكافؤ فرص، وفي مواهب كتير جدا ما حدش اكتشفها. جت الفكره ان قوام المشروع منه 20% بتوجهات من سياده الرئيس طبعا لاولاد شهدائنا ابطالنا من الجيش والشرطه ودور رعايه الايتام اللي هم دول، يعني اعتبر ان هم مسؤوليه في رقبه الدوله كلها في رقبتنا ومحتاجين فرص، وانا شايف ان كانت فكره جميله جدا، والحمد لله عندنا يعني اكثر من 30 طفل من دور الرعايه، وفي لسه دور رعايه في المقطم هتبعت لنا 10 طبعا اطفال وخمس اولاد وخمس بنات في نفس سن المرحله عشان يخشوا يشاركوا. كنت ما بعرفش امشي ستريت جنب الحيطه، اتعلمت اعمل سوينج كويس مشي كرة جنب الحيطه، اتعلمت اللي انا بعرف يعني اتعلمت اللي انا اعمل فولي باك، واتعلمت حاجات كتير. ايوه اضرب الكوره جامد، ايوه اتعلم الباك هاند بس ابتديت العب كويس.